فعل مشاهدينا الكرام، كما روى هذا التقرير هذه الوجهة هي سوف تكون الأحدث في منطقة مكة المكرمة وتحديدا بالقرب من الحرم المكي الشريف. أستاذ محمد، كيف ترى وجهة مسار في ترجمة الأفكار السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحديدا، وأيضا في جودة الحياة لسكان مكة؟ والله أنا أتصور أنه مسار هو مشروع استكمالي لنهضة كبيرة تعيشها مكة، بلغت فيها مرحلة أن تصبح مدينة ذكية. نتكلم عن مكة المدينة الذكية التي بلغت مرحلة من التطور كبير جدا، وسهل هذا التطور مهام ومناسك حجاج بيت الله الحرام وزوار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تحظى باهتمام كبير جدا من قيادة المملكة، ولذلك نرى مشاريع توسعة كبيرة جدا، نرى إصلاحات كبيرة تحقق جودة الحياة للمواطن من قاطني مكة المكرمة إلى جانب حجاج بيت الله الحرام ومعتمرين والقادمين من الزوار. أنا أتصور أنه هذا المشروع هو مشروع استكمالي كلفته تدل على أهميته، حيث بلغت أعتقد في حدود 23 مليار رصدت لهذا المشروع، وهو مشروع يعني سيؤدي في النهاية إلى مشاريع أخرى صغيرة بتفاصيلها تليق بالمملكة بشكل عام. ومن وجهة مسار إلى أحد المشاريع التي ترتبط مباشرة بما ذكره الأستاذ محمد، حركة حجاج بيت الله الحرام، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، هذا المطار الذي دشن تحت رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. هذا المطار أحدث نقلة نوعية في حركة النقل الجوي وصناعته في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. التقرير التالي يحكي التفاصيل.